التفتيش الذي قامت به الغرفة الجهوية على مستوى مجلس من المجالس. شفنا في خلال التفتيش هذاك أن بعض المحضرين القضائيين لا يحترمون أولاً لبدء مقاييس مكاتبهم، لا يحترمون ضوابط أخلاقية المهنة، لا يحترمون العلاقة فيما بينهم وبين زملائهم، لا يحترمون كذلك مرسوم الأتعاب، يقومون بجلب الزبائن بطريقة مشينة، يقومون بجلب الخدمات بطريقة مهينة. يعني والله تعني مهنة تاعنا هذه يعني راه خبزتنا خبزة ولادنا، حنا دخلنا لها مقتنعين بها. هي مهنة من أرقى المهن، مهنة نبيلة معروفة دوليا. يعني شفنا باللي بعض الزملاء، لا أقول الكل، هو كسب أكبر عدد من الزبائن، وكذلك جلب أكبر يعني حجم من الخدمات، وهذا على حساب زملائهم الشركاء. المحضر القضائي لا يجوز له تحويل مكتبه من مكان لمكان آخر إلا بعد إختيار الغرفة الجهوية. وعلى هذا الأساس أصدرت الغرفة الجهوية للغرب مذكرة رقم 9 لتأكد فيها، وراه عندكم مبلغين بها الضمن، لتأكد كيفية من رايح من تاريخ التبليغ، وهي مستمدة من نص قانوني كيفية تحويل المكتب من مكتب من مكان إلى آخر. كان اللي كان في 60 متر ولا في 40 متر، كان اللي كان في مكان مشى لمكان آخر باش يقرب للزميل تاعه، وهذا خلق بعض المشاحنات وبعض الشقاق بين الزملاء، وهذا الشيء ماذا بينا ما يكونش. فيما يخص اللافتات، قانون يحدد اللافتة 35 على 25. لا بغاتكم في درب محامين، انا نظن انا على مستوى المجلس نتاعنا جوج مايات وبلاكا فيها عندك 35 في 25، دير لابلاك تاعك ورزقك على الله. هذه نقطة ثانية. النقطة الثالثة فيما يخص التباعد بين المكتب ومكتب آخر، الغرفة الجهوية كتبت وراها صدرت منكرة أنه لن يفتح المحضر القضائي مكتب يقل عن 200 متر عن الزميل تاعه 200 متر. هذا من أجل خلق أولا هي مصلحة، هي مصلحة للمواطن على الله، كان اللي كان محكمة والله ما يخدم، باسكو كاين محضرين اللي بعاد وعندهم مساعدين يدلدوا على المكاتب، كاين بعض المحضرين اللي هو شخصيا يتنقل مكتب المكتب. تراك محضر كما قال الزميل ما تخش بزاف في المحاضرة تاعها لأنها كانت شاملة جامعة، يعني سي با لابان ندخل فيها ورا مشكور. هذه فيما يخص التباعد، لازم نحترموا التباعد. فيما يخص تحويل الزبائن، حنا في القضائية راه مهنة منظمة راقية، ممنوع المحضر القضائي يتنقل مكاتب محامين أو الإدارات أو المرافق باش تجيب الخدمات. وقعت في المكتب تاعك تجيك الخدمات. وعلى هذا الأساس تسعى الغرفة الجهوية، وبان لي راه الأستاذ راه سعى في هذا المجال، وفعلا راه سعى في هذا المجال، من أجل إنشاء مكتب للمندوبية أو للتنسيقية على مستوى كل مجلس وعلى مستوى كل محكمة. رسالة قيمة، يا الأستاذ العون تاعك كان خدام عندك وراه جاي يخدم عندي، واش رايك؟ بالك هذا العون ارتكب جريمة، بالك هذا العون هذا راه في شكو، لازم نتصلوا بالزميل تاعنا نخبروه برسالة. هذا المحامي كي يكون عنده كاتبة في المكتب ما يمكنش باش تمشي تخدم عنده خطوة إلا إذا كان مساعدين يخدموا فرع 5 مكاتب. كان طبعا كي تحدث صرت 5 تاع ملفات، ملف تاع خالي وملف تاع اكس وملف تاع يكراك، ويضل يدور ان اجون اون بيلون. سي غراف، هذا سي غراف، شي والله يدل له جميل. هذا راه مؤدي اليمين صار يخدم، لان راه يخدم عندك مساعد محلف عند زميل اخر. سي غراف، هذا هو الطرد اللي نفاه تاع التزوير، والله واحد ما يسلكك، ما يسلكك لا ذاك المساعد ولا غيره، لان حاجه اللي تسلكنا بالدرجه الاولى ربي. بعد واحد مساعد راه خدام معايا، من بعد عاد يمشي يخدم عند اخر هو محلف معايا، العشيه يجيب لي 2 بيبي ولا اخر يدي له 3 ولا اخر يدي له 5 ولا اخر يدي له 20، يخرج خير من المحضر. بصح غدا من غدا يتهموه بالتزوير، شد الجول، لا فلان كان يخدم معايا، فلان محلف مع اخر. انا جماعه انا لو شيطان، انا محلف مع نيكس،
راه محلف مع الزميل تاعك وهذا ما يحس بها غير ليك. القضائيه ركن، ركن يعني احنا نشوفوا فينا ركن العمد مفترض مفترض. زميله خدام معك شي واحد اخرى على هذا الاساس، الغرفه الجهويه راسلت المحتلين القضائيه حرفوا اكس مع مره وزاد مع مره وصلت في وهم داروا دي كار بروفيسيونيل بور لي زاجون نوتيفيكاتور، ما يدخلش من هنا المحكمه ما يدخلش عندها لا كار بروفيسيونيل. ها هو زميلنا امين عام تاع الغرفه الجهويه وهرب بالعدد تاع المحلفين اللي عندهم، اللي ما راش محلف من المساعد تاعي يحلفه باسكو والله يبعث في القهوه بدا يعمر والعشيه يجيب لك لايس، والله العشيه يجيب لك لايس الا من رحم ربك. عندنا مساعدين ما شاء الله الله يبارك متخلقين مؤدبين ربما يسيروا مكاتب خير من وحدهم. واحد ما يعممش حرام، واحد ما يعممش، ولكن كلامي موجه لفئه معينه، كلامي موجه لفئه معينه من المساعدين اللي نورمالمون ما لهمش اللي من المساعدين فيما يخص نقطه اخرى وهي توجور فيما يخص الاخلاقيات في المناقشه ثم بعد نرجعوا في الاخير فيما يخص عروض الوفاء. حنا صبنا مشاكل فيما يخص عروض الوفاء، زميلي بدا من ملف